بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان. أما بعد، إن شاء الله بحول الله تعالى جل جلاله وعما نواله نجتهد في معنى تحديد بعض مفاهيم، خاصة مفهوم العنف الكلامي أي اللفظي والعنف البدني أي المادي. وخاصة هذا عبر التاريخ الكل لم تهد البشرية ولو لحظة في هذا الميدان، يعني أغلب عناصر وجماعات البشرية تقول بالعنف الغير الرشيد، العنف الغير شرعي. يعني لحد الآن نراه العنف اللي عند سيسي وجماعته لعنهم الله ولهداهم الله، وقلنا سيسي لو كون دي كون، وعنفه منا كان بكلام أن يتلفظ فيما يخص السياد وأنهم فاشلون وأنهم مخطئون وأنهم عرضوا البلاد للخطر وباعوها وهالمجر. والعنف النادي ما وقع منا بالعمل به كيفاش منا نزع منهم الشرعية واتهمهم ودخل بعضهم مدخل بعضهم السجون والمحاكم، والبعض الآخر استشهد أو عذب أو جرح أو على كل حال أصبح منا في عطب والعياذ بالله. يعني العنف ذا اللفظي وشهادة الزور، والعنف المادي اللي هو ويل وطبور، يعني لا مبرر له، والله سيحاكم هؤلاء كما عاقب السابقين. مستحيل أي واحد يجب يخرج عن سنة الله، السنة لها قوانينها، ودائما الشيء يكون سبب لشيء دائما النتائج هي تكون هي. ولهذا إذا كان أنتم اخترتوا العنف بشقيه فهيئوا أنفسكم في القريب العاجل أنكم ستلاقون عنفا مثله، وإلا أبلغ منه، لأن والله حين يشتد غضبه على الناس اللي يملوا بالعنف اللاشرعي معناه وقتها يسرع عليهم العذابات، معناه الأولى تاليها الثانية إلى ما لا نهاية له. ولهذا كل من يتمتع اليوم بسلطان معين أدبي أو مالي أو معرفي أو سياسي يحضر العنف. العنف لا يأتي إلا في حالات خاصة ونادرة. هذا العنف الذي منا فيه خير للبشرية حين يوقفوا تيار مفسدين. احنا قلنا الأحزاب الأفاكة والأحزاب الخائنة والعميلة عنفها، وقلنا بالشقين، ستدفع منا ثمنه في القريب العاجل. العنف ذايا راهو يستحي باش تجمد برقو. كل نفس تريد أن تحب من أحسن إليها، أي بعدم تعنيف. ونبينا عليه الصلاة والسلام دائما يقول لك اللطف يزين كل شيء يدخل عليه، والعنف أو غياب اللطف ما لا يشين لك شيء لك. بعيد قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول لك إذا كان تحب تكون مسلم خلي الناس يكونوا بمنأى عن شرك، يعني تمسك يدك ولسانك، هذه مكرمة وهذا شيء ربي جزى عليه جزاء كبير. أين نحن من هذه الأخلاق؟ لماذا العنف العنف العنف؟ لماذا لحد الآن العنف العنف؟ وبعد تكلمونا لو نستعمل معكم العنف اللي هو منا أنتم دفعتونا إليه، بحيث احنا لسنا أهل عنف إلا في القليل النظر، ولكن عنفنا مش يكون قاسم الظهور، وعنفنا مش يكون من لا يترك أثرا للظالمين بل التحقق من ظلمهم وتجبرهم وتعنتهم. وكما قلنا فلنفهم العنف اللفظي يقول له تقاش لمن تقوله يا فاسد، وانت تغرب بالشباب والمغفلين واليوم المعوزين، انا تعطيهم شوية اموال جايتك من الخارج، جايتك من طريق بني سويون. الفتات هو حرام، مالهم كله حرام، والفتات ربما اكثر حرام، بحيث احضروا عنكم بكلمة تقاش برك ستكلمكم هذا العنف كثيرا. خلف العنف انت تقتلوا في ناس معينين، ولا لا يخفى عنا
تقتلوا وبعد ما نصفوكم انتم لانكم ديناتكم زاد كذلك اغراض وتحسبهم قلوب وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وتغلبوا بعض الرموز اللي انتم عاشحتكم بها وتسقط تهم بالمسلمين اليوم ربما لا هم لا في العير ولا في النفير ما عندهم حتى دخل في هذا لانهم يعرفوكم اهل ضلالات وربما يتمنوا باش ربي يهديكم الى السعادة التوحيد والرجوع الى الله وتكونوا من الائبين الله سبحانه وتعالى ربما اغلب المدينين يكونوا ربما طبعا منهم من عيل صبر ضرب من حين وجد الفرصه سانحه على كل حال اللي احنا مش بعيد عنا وكل عنكم فيما بينكم سيكلفكم الكثير وزاد كذلك من خلال العنف ذاك تولي احنا ننتبه الى مؤامراتكم اكثر وتولي عنا اكثر ادله باش نجمو نوصلوا للحقيقه ونصفي معكم الحساب الذي لا ظلم فيه ولكن فيه قوه الحق لا حق القوه نحن نقول بقوه الحق والله هو الحق وقوته غالبه قوته قاهره نحن لا نريد ان نكون محاربين لله بل نحب نكون اولياء لله ولهذا كان انتم لزتون باستمراركم في العنف فلا تلوموا الا انفسكم نحن قد حذرنا كثيرا ومن انذر فقد اعانى ومن كرر النصيحه فقد احب وتمنى الخير لمن من قصدهم بنصائحهم والدين النصيحه بنصائحنا نريد وجه الله لا نريد لا جزاء ولا شكورا اعلموا هذا عنا لكي لا تسيئوا من لمصيركم نحن نريد السلم فهلموا للسلم وان جنحوا للسلم فاجنح لها هكذا ربنا نطق بها سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام اي أيوة ورسول السلام فنحن متبعون لرسولنا وقائدنا عليه الصلاه والسلام والسلام على من اتبع الهدى.